لكل العاملين والمهتمين بكل مجالات الأمن والسلامة وتكنولوجيا تطويرها في الطرق والمباني والمطارات والمدن ومجالات مكافحة الحرائق والوقاية منها. ما يفوتكش حضور معرض ومؤتمر DSS الأهم في مجاله في دورته الرابعة من 25 ل 28 نوفمبر في مركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.